أنا الأول أحب أشكرك يا فاليري على الكلام الجميل اللي أنا استحق أكتر منه ده. وإنتي فستانك ده إليه؟ أوف كوبس. ناس وناس بتتفلسف. إنتي بتفهمي بالموضة؟ ما القعدة هنا ليه يا حبيبتي؟ أكين بفهم فيهم الموضة والرجالة. كتاب حياتي يا عين. شرايح من الخشب. نجار شاطر. هالفستان اللي عجبني. أول مرة أتفق معاكي. يعني محدود شوية في الأفونكارد. جرد من غير أفون. أول لما شفته وأنا بدندن قلت أكيد عبد الحليم حافظ هو اللي عامله. يعني ما بحبش الصحافة السفرة أول حاجة. فأول لما شفته كده اتقفلت من ناحيته. بس ممكن ألبسه في الكوفر وأنا قاعدة مستنية أقعد أستقرى فيه شوية. هالمرة صعبة. خلاص أنا أقرر. يلا هنموت أدخل الحمام.